احتفالا بالذكرى 49 من عيد الاستقلال المجيد وحفل تخرج الدفعة الثانية من قوات الأمن الخاصة واللواء 103 مشاة في أرضية معسكر الصولبان للشهيد الكعبي، حيث يعتبر هذا الاستعراض ردا قويا على الجماعات الانقلابية من ميليشيات الحوثي والمخلوف. إننا قادمون بإذن الله تعالى إلى كل شبر من هذا الوطن الحبيب، وطن العزة، وطن الكرامة، وطن الإيمان. عرضا يعتمد على استعراض القوة، وتخلل الحفل العديد من العروض القتالية كالتيكواندو وقتال الشوارع، تدربوا عليها مما يؤهلهم بأعمال مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحكومية. نحن في هذا اليوم سعداء بهم وتخرجهم، لأنهم سيرفدون وحداتنا بدماء جديدة وشابة، ونأمل أن نكون على أيديهم الأمن والاستقرار. برغم شحة الإمكانيات الناتجة جراء الحرب الإنقلابية، حققت الشرعية الإنجازات الكبيرة، فبعدما تم تخرج دفعتها الأولى في مارس الماضي من العام 2016، ها هي اليوم تمكنت بكل جدارة من تخرج دفعتها الثانية لقوات الأمن الخاصة. الدفعة الأولى هي 800 نفر والدفعة الثانية 1200. الدفعة الثانية بالنسبة للواء 103 هم من كافة أبناء الوطن، نحن مزقنا ما خليناش يعني من منطقة واحدة، مزقناهم من كل المحافظات، ولهذا من قال يقولون محبة فيما بينهم البين. احتضنت هذه الدفعة جنودا من مختلف المحافظات ليثبتوا انهم خليطا متجانسا ومتكامل دون تحيز او مناطقية، لترسي بذلك قاعدة رئيسية بولاء للوطن والدفاع عن مكتسباته الوطنية. بعد تخرج هذه الدفعة التي تم تأهيلها تأهيلا علميا وعسكريا، ستساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والأمانة في العاصمة المؤقتة عدن. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.